متابعي قناه انفاس بريس، احنا الان تتواجدوا في واحد من اهم المنافذ على مستوى مدينه الدار البيضاء. هذا المنفذ هو اللي تيربط ما بين منطقه الحي الحسني ومنطقه الرحمه. هذا الشارع اللي كان تيتسمى بمولاي التهامي واللي تيحمل الان اسم فاطمه عوام، من هو من اهم الشوارع على صعيد ولايه جهه الدار البيضاء. شارع فاطمه عوام يؤدي الى منطقه الرحمه، ومعلوم ان منطقه الرحمه تم الاحداث ديالها في اطار هذيك احداث جاي جديد بين التجمعات السكنيه الكبرى. الانسان اللي تيمر من هذا الشارع فاطمه عوام خاصو يتسلح بصبر ايوب، نظرا للمعاناه الكثيره اللي تلقاو السائقين انفسهم يتخبطون فيها، علما ان كتب الكثير حول هذا الشارع وقيل الكثير حول هذا الشارع، ولكن الوضعيه لم تتغير. سي محمد، شنو المشاكل اللي تلقاو في هذا الشارع تاع فاطمه عوام؟ هذا الشارع اخويا احنا خدامين فيه دابا يوميا، شاك جور كان لما مشيناش فيه كنمشيو فيه 10 15 مره. كما كتشوف انت الشارع راه مكرفس بزاف، وناشدنا المسؤولين ما هي مره ما هي جوج ما هي ثلاثه باش يصلحوا لنا الشارع. تيقول لك 2023 تيدوز البيس الكتريك، واش حنا غنتسناو الطوموبيلات عندنا كيمشيو يتكرفسوا غنتسناو البيس الكتريك باش يجي يقضي لنا الغرض؟ حشومه، هما غير رقعوا لنا كما كانوا مولفين يرقعوا، غير رقعوا لنا الشارع وخليونا ندوزوا. راه دابا شاك موا دابا كيخصنا كاردات، كيخصونا فراشات للطوموبيلات، كيخصونا بنوات بزاف. غير الطرف ديال الخبز اللي كتب علينا في هذا الشارع ما يمكنش نغيرو. تلك اخويا الطرق كلها مدقدقه محفره والمشاكل، وما هذه 6 سنين وانا ساكن هنا ديما هذا المشكل كاين ديال الطرق. انت ديما تستعمل الطريق؟ دائما يوميا جوج خرات ثلاثه في النهار. اش فيها الحفاري فيها؟ الحفاري ما مصيبه ما والو، نكذب عليك خصهم يقادوها هذه. شنو اللي يسير عليك المسؤولين؟ المسؤولين ما خدامينش، نكذب عليك كيخدموها في الانتخابات. دابا شويه تلقاهم خدامين تيدوروا، هذا الشيء اللي كاين. طريق الرحمه خاصها شي حل صراحه الله، راه مكرفصه واكله العصا. انت ديما تستعمل الطريق هذه؟ ديما تنستعملوها.